بسم الله الرحمن الرحيم. انا صار بحضرتك وانا برفع الفيديو بتاع ريال مدريد وتشيبيليه، واقف قدام الفيديو لمح الحراوي وهو بيتكلم وبيناشد حفيظ الدراجي ان هو يرد عليه، واللي انت بتعمله ده لا يصح، لان انت كده مش بتخدم بلدك، وان انت كده بتضر منتخب بلدك وبتضر بلدك وبتضر قضيه بلدك. قلت ايه ده 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 ده, ده. طيب ما تستنى، احنا كده علينا قوي، انت كده بتعلي قوي، انت عارف انت بتقول ايه؟ حفيظ الدراجي، انت عايز حفيظ الدراجي يرد عليك؟ كان الاستاذ عامل والاول بقى فيه يا معلم، احنا عارفين انك عاهرت مشاهدات بس حفيظ الدراجي انت عليت قوي كده يا معلم. دخلت وبص لقيت حفيظ الدراجي كاتب مقال في جريده العربي القطريه بيتكلم على اعاده مباراه الجزائر والكاميرون. قلت حفيظ الدراجي اكيد قال حاجه محترمه طالما هذا الكائن بيرد عليه بطريقه عامله كده، فقلت اشوف حفيظ الدراجي قال ايه، لان انا بحترم حفيظ الدراجي وبحترم دماغ حفيظ الدراجي كره قدم. وحفيظ الدراجي لما يجي يتكلم على مباراه كره قدم انت محتاج تقعد تسمع وتتعلم، ده بجد والله مش تهريج. في منشور على صفحته الرسميه على الفيسبوك، تاهل الجزائر لمونديال قطر 2022 بات مستبعدا لحد كبير. دي حقيقه، هي حاجه بتزعل شويه بس دي حقيقه، حقيقه جدا كمان. حتى الان الكلام كله رايح حوالين ان الموضوع صعب، صعب جدا كمان، بس طبعا ما بينفيش ان في امل. لو الراجل قال مستبعد ما قالش الموضوع انتهى. وبرر الراجل موقفه من الطعن الذي اودعته الفاف على مستوى الفيفا بغياب ادله قاطعه تدين الحكم الجنبي جسامه وتورطه وتثبت تلقيه الرشاوي من الجانب الكاميروني او اطراف اخرى متواطئه مع سامو ايتو للجزائر. حقيقه هل في دليل واحد بس تم تداوله عالميا من قبل جرايد موثوق فيها؟ يعني في جرايد موثوق فيها عالميا طلعت ادله ضد بكاري جسامه، ولا كلها قنوات يوتيوب؟ لو في قول لي. انا كل اللي انا عارفه ان حتى الان كل الموضوع قنوات يوتيوب عشان خاطر تلم مشاهدات، انما هل في دليل دامغ لتورط بكاري جسامه فعلا في قضيه رشوه ضد المنتخب الجزائري؟ ادله اعلنت عنها البي بي سي، اعلنت عنها اي حاجه عالميه، اي جريده عالميه طلعت قدامك قول لي اي حاجه، اي حاجه بجد من صحافه صفراء، يعني اي حاجه رويترز بي بي سي اي حاجه تقول ان في قضيه فساد. الموضوع هيبقى عالمي مش هيبقى تهريج، لانه وقتها دي قضيه فساد بجد، انما كل الكلام بيترمى حوالين القنوات هنا ده كله كلام ملوش اي مصدر. عزيزي عارف ان الكلام هيتعبك شويه بس دي حقيقه. المؤكد ان الحكم جسامه ذبح المنتخب الجزائري بتحيزه المفضوح واخطائه العديده في المباراه. الراجل بيقول كلام محترم اهو، وده فعلا اللي حصل. حديث على الحكم الغنبي اين اكد ان الشكوك تحوم حول اتصالات وتنقلات المشبوه واختياره لاداره مباراتي الكاميرون ضد مصر وفي امم افريقيا والكاميرون ضد الجزائر في كاس العالم. والله ده حقيقي برضو، واضح ان في مجامله حصلت بالنسبه لتعيين الحكام للمنتخب الكاميروني، لان انت عينت له حكم قدام مصر والراجل تصريحاته اعتقد ان لعيبه منتخب مصر قالتها كلها، ان الراجل كان بيحاول ان هو يقول لنا في رساله واضحه ان انا كده كده الكاميرون هتطلع كسبانه اللقاء، فازاي ان الراجل ده ماتش الكاميرون ومصر وبعدها يجي ماتش الكاميرون والجزائر؟ غريبه شويه. وجد الراجل رساله واضحه للجماهير الجزائريه طلبوا من خلالها بضروره التفكير في اصلاح ما يجب اصلاحه دون تكسير الاشياء الجميله. اتمنى ان الرساله دي تكون وصلت من مقال، اتمنى حته ان احنا نحاول نعالج الاخطاء تكون وصلت من مقال، اتمنى انا الحته دي، بس للاسف الشديد الناس كلها هتركز في الكلام اللي بعد كده وهتسيب الحته دي، ان احنا ما ينفعش ان احنا نضحي بالاشياء الجميله زي المدير الفني. يعني المدير الفني لازم بقائه بس نحاول نصلح. حكم جسام لديه مسؤوليه كبيره في اكسال خضر المونديال، لكنه يتحمل مسؤوليه لوحده، خاصه ان المنتخب الجزائري كان قد عدى النتيجه وكان متاهلا الدقيقه قبل 20 ثانيه على صفيره هذا الحكم، لانه حسب المعلق الجزائري فان تهاون اللاعبين حرم المنتخب من بلوغ عتبه المونديال وسهل ماموريه المنافس الكاميروني. الكلام ده ما يقولوش غير حد كوير عارف كويس قوي بيقول ايه. لما كنت بقول الكلام ده هنا في القناه، ومع احترامي طبعا اكيد انا اقل معرفه واقل خبره من حفيظ الدراجي، كان في سوالف اشتراكات، كان في ناس بتزعل، كنت بقول يا جماعه طب ما انت سجلت هدف احمد توبه وبعدها بسوء تركيز وتغطيه غريبه جدا من بن عياده انت لبست هدف تاني. انا عارف ان الكلام كله ان الكوره هاند بول والكوره خبط في ايد كامبي والكلام ده، كل ده بيخليك تنسى الاخطاء الفنيه اللي حصلت جوه الملعب، وطبعا في اخطاء فنيه حصلت جوه الملعب، وطبعا في تشكيل كان غريب قوي انك تشوف عطال بيلعب باك شمال. فدي حاجات الراجل بيتكلم عليها ان الحكم لوحده ما كانش هو الازمه. بس ده طبعا كلام محترم مرفوضه امثال محال الحراج. وختم الراجل مقاله برساله جدا واضحه للجماهير الجزائريه ان الاقصاب المونديال مره مراره العلقم، بص هو مرير يعني، الا ان الامر الاكثر مراره حسب الاعلام يكمن في بيع الوهم للشعب الجزائري المطالب في الوقت الحالي بالوقوف الى جانب منتخبه والى جانب المدرب جمال بالماضي لعاده منتخب قوي وجاهز لقدم الاستحقاقات.
برضه هرجع تاني اقول لك، انا اقل معرفه في عالم كره القدم من حفيظ دراجي، لكني كنت بقول الكلام ده من فتره طويله، كنت بقول ان كل اللي بيتكلم هنا في الموقع او على القنوات الكتير الموجوده هنا اغلبها بيحاول ان هو يلم مشاهدات، مفيش اي حاجه اسمها دليل قطعي موجود معاك، مفيش اي حاجه اسمها دليل موجود دامغ حوالين رشوه بكاري جسامه، والدليل ده ما تقدمش في ملف الفافر. لو انت مش عارف تقدم الدليل بتاعك للاتحاد الكوره او الاتحاديه الجزائريه، فما تطلعش تتكلم وتقول انا معايا دليل. عارف ان الكلام بتاع عارف مشاكرة والكلام ده، وانا عملت فيديو بتكلم فيه على عارف مشاكرة، وفي ناس كتير قوي برضه شتمتني وهاجمتني فيه، كنت بتكلم ان الراجل ده متخصص بيع وهم ومتخصص بيع كده، ناس كتير زعلت، بس برضه هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي بيتقال. حافظ الدراجي ما كدبش في الحته دي، في بيع وهم بالنسبه للجزائر، طبعا في بيع وهم بالنسبه لاخوانا الجزائريين حوالين اعاده المباراه، في 1000 فيديو بيتحمل على المنصه دي يوميا بيتكلم على اعاده مباراه الجزائر والكاميرا، لكنه كله مش حقيقي. واغلب الجمهور عارف كده كويس، اغلب الناس اللي بتتفرج على كوره من زمان عارفين ان نسبه اعاده المباراه مستبعده جدا، قد تكون 20 80%، 20 اعاده المباراه، 80% اعتماد نتيجه المباراه. ممكن يكون في قرارات ضد بكاري جسامه، كلنا بنتمنى كده، كلنا بنتمنى حرمان بكاري جسامه من ان هو يحكم في الادوار النهائيه لدوري ابطال افريقيا، كلنا بنتمنى ان احنا ما نشوفش بكاري جسامه موجود في قطر 2022. انما فكره اعاده المباراه والكلام على اعاده المباراه وبيع الوهم والمنظمه والعالميه للفساد والكلام ده كله، الكلام ده بيطلعش غير من الاخوه الجزائريين بس، مش عارف ليه، مع ان في ناس كتير مقدمه طعن زي المنتخب المصري، واحنا كمنتخب مصر في ناس بيقولك الوهم ان الاتحاديه المصريه والاعلام المصري والرياضيين المصريين واقفين ورا ملف مصر في اعاده مباراه السنغال، ده مش حقيقي. اغلبنا هنا في مصر عارفين ان ده كان محاوله لان احنا نغطي على الانتقادات اللي كارلوس كولوش كان بيتعرض لها، وان احنا نودي تركيز الناس لحته ان مصر بعت ملفه قوي هتقدر تعدل المباراه عليه. انما الناحيه الثانيه كان في كلام واضح وواقعي ان الماتش مش هيتعاد، ان دي كانت موجه معموله بس علشان خاطر تركيز الناس يروح هنا ويبعدوا بعيد عن هنا. ففعلا كلام حفيظ الدراجة على بيع الوهم، طبعا بيع الوهم، طبعا بيع وهم، طبعا بيع وهم، ثالث ورابع وخامس طبعا بيع وهم. بس برضه هرجع تاني واقول لك ان انا الموقف بتاع الفيفا والناس اللي عملت تظاهرات موقف انا احترمته. الناس اللي هتطلع تقول لك حتى لو الكلام ده حقيقي انت ما تقولوش، انا عارف الناس دي، عارف الانظمه القديمه المربيه انا على ايه، بعيد عن كره القدم، ان احنا لازم نصنع الوهم، ان احنا لازم نقول للناس كل اللي هم عايزين يسمعوه حتى لو الكلام ده كدب، ولكنك لو ما قلتوش هتبقى انت كده ما عندكش ايمان ويقين بربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ايه العراق يا سعادتك، ما هو انت كده ما عندكش ايمان او تفاؤل. طب ايه علاقه التفاؤل بان انا شايف الموقف منتهي لحد هنا؟ لا، ما انت كده مش متفائل، انت لازم تتفائل حتى لو الماتش مش هيتعاد، ما تقولش ان الماتش مش هيتعاد، اللي هو ليه ليس كل ما يعرف يقال. يعني احنا مربين الناس حوالين ان احنا لازم نكذب عليهم، اه لازم نكذب عليهم، مش هم عايزين كده، قول لهم اللي هم عايزينه. حد بيقول للناس اللي هي عايزاه الحساب بتاعه بيرفع اضعاف الاضعاف، حد بيقول للناس الكلام اللي هي مش عايز يسمعه لكنه حقيقي هيتشتم كتير. وانا هنا في القناه مقرر ان انا اخد الحته الثانيه، انا بقول كلام حقيقي، حافظ دراجي بيقول كلام حقيقي، الناس اللي فاهمه عالم كره القدم ماشي كويس عارفه ان الكلام ده بتاع نسبه اعاده المباراه الموضوع صعب، لكنه مش منتهي علشان برضه ما يقفلهالكش، مش منتهي، ده في حاله انك وجدت دليل قاطع ضد بكاري جسام. انما كل اللي بيتقال لك على يوتيوب ده هو مجرد هاري لا اكتر ولا اقل. وبصراحه تاني وتالت ورابع لولا استفزاز محا الحراق والكلام على حافظ الدراجي والتشكيك في حافظ الدراجي، وان احنا نعلي على جزائريين نفسهم، وان انا احاول ابين للناس ان انا نفسي منتخب الجزائر يتأهل أكتر من معلق جزائري، أنا ما شفتش فجر أكتر من كده. بس بصراحة هو ده جو عاهرة المشاهدات اللي بيمشي هنا في المنصة دي. عارف إن الفيديو مش هيعجبك، بس مش مهم الفيديو يعجبك، المهم إن أنا أطلع أدافع عن الراجل، لأن شايف إن وجهة نظر الراجل ككرة قدم الكلام ده حقيقي ومنطقي وحصل، بس ما فيش حد يقدر يقول لك كتير، لأن كله مستمر في مرحلة بيع الوهم اللي أنت متقبلها جدا واللي أنت نفسك تسمعها. بس عزيزي مش دايما كل الحقيقة أو الحياة عموما بتديك الحاجات اللي ترضيك او بتديك الحاجات اللي تنهي لك النهايه السعيده والهابي اندنج. الحياه عزيزي قاسيه جدا ولازم تتحمل قساوتها، زي ما انا هتحمل شتمتك في الكومنتات، وهتحمل الناس اللي هتعمل لايك، وهتحمل الناس اللي هتعمل سبسكرايب، وهتحمل الناس اللي هتعمل انسبسكرايب. الحياه كده كده هتمشي، مش هتنتهي بعد الفيديو ده.